قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص أن الدعوات التي تنادي بالتخلي عن النفط مغلوطة وغير واقعية، مؤكدا أن النفط يعد بلا مبالغة عصب الحياة الحديثة، إذ يشكل حوالي 31% من مزيج الطاقة العالمية. وتوقع أن يستمر النفط في شغل دور هام وحيوي في أسواق الطاقة العالمية لسنوات وعقود قادمة، قائلا أن الاستغناء عنه ليس بالأمر السهل. كما أشار الغيص إلى الأهمية البالغة للنفط في حياة جميع البشر بلا استثناء، تستخدم النفط مشتقاته في العديد من الأنشطة اليومية الحيوية التي يقوم بها الناس باختلاف أماكنهم وجنسياتهم ووظائفهم واهتمامهم، وأبرزها التنقل والسفر وتوليد الطاقة والصناعة وغيرها.